فيبقى لعب بالمنعم حد منعه حضرتك، ولا الفريق سامي ولا الفريق احمد شفيق حد منعه، ولا الفريق سامي علان حد منعه، ولا محمد انور السادات حد قال له لو كان جاب النصاب بينزل. ويعني الحقيقه انا تذكرت وانا داخل يعني، ولا الاستاذ خالد علي المحامي حد منعه لو كان اكمل وعنده مجموعه 25 30 في البرلمان، واعتقد في بعضهم اقرب ليه فكريا. ما لجاش المجموعه دي وياخد بدل التوكيلات 20 تأييد يعني الحقيقه. وغيرهم الاستاذ حمدين صبحي كلنا متذكرينه، وشخصيه محترمه، وكان خاض الانتخابات السابقه في مواجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعلن مبكرا انه لا يريد خوض الانتخابات وبقى معروف. لو كان قرر او ليه وجهه نظر ثانيه كان خاض الانتخابات، وبالعكس احنا يا ريت كان الناس نزلت يعني. ده علشان بس ايه فكره كما لو كان هناك منع او ثم بتعاقب اي حد بيتقدم، وناس بتتكلم طب ليه الرئيس مبكرا ما شافش هل مهمه مرشح ورئيس الجمهوريه كل حاجه انه يدور على اخرين يعني مرشحين لنفسه يعني. دي انا الحقيقه عمري ما سمعتها. او النظام وبنتكلم على المطبخ السياسي ان احنا ندور على ناس تخش. احنا عندنا مرحله انتقاليه فيها ظرف تاريخي، فيها شخصيه قد لا تتكرر، الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني عندنا ظروف زي بالظبط كده ما تيجي الرئيس انور السادات لو في انتخابات بعد اكتوبر 73 كان حد هيخش ضده؟ لا طبعا. مش كده برضه؟ طبعا. الرئيس جمال عبد الناصر بعد عدوان 56 وبعد تأميم القناه، في ظروف معينه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي وقف طبعا في 30 يونيو نعم في 3/7 وخاض عمليه المقاومه الشعبيه ضد الاحتلال الاخواني والحرب ضد الارهاب وعمليه بناء مصر، بناء الدوله الثالثه الحديثه، اشياء كثيره جدا. فالناس بتتكلم على ان المنافسه، طبعا كلنا كنا نحب انه يبقى في منافسه، لكن برضو لما بنقعد ونفكر كده ليه شفنا الايام اللي فاتت ديت ظهور كبير لل بعد الفريق سامي علان لقينا هشام جنينه، لقينا عبد المنعم فتوح، لقينا حمدين وما اطلق عليهم تيار مش عارف المدني او الديمقراطي حاجه كده. ليه لقينا كل هذه الاصوات مرة واحدة وكلها واخدة موقف؟ أولا ترويج لأمور اللي لسه حضرتك بتتكلم عليها، المنع وتكميم الأفواه ومنع الناس إنها تخوض انتخابات إلى آخر ذلك. ليه كل دول ظهروا فجأة؟ ما كانوش يعرفوا إن عندنا انتخابات في 2018، هم فين من 2014؟ ليه ما جهزوش نفسهم أو جهزوا واحد منهم كلهم ويقفوا وراه في هذه الانتخابات؟ أو ينزلوا كلهم. إنما عايز أقول حاجة، أنا ما أعتقدش إن كلهم فرقة واحدة. يعني ممكن بالكلام كده نصنف في ناس ليها وجهة نظر من الأداء، من أولويات المشروعات، من توجهات، كل واحد حر يرى ما يرى، حلو حر في رأيه يرى ما يرى نعم. لكن ما يبقاش ان ده ارتباط بأجندات اخرى ليها علاقة ببره وليها علاقة بتنظيمات إرهابية، ده كلام تاني. وانا الحقيقة مش عايز اخوض في المسألة دي قوي في حاجات فيها مسار في التحقيقات، فيها تحت التحقيقات في أجهزة التحقيق المختلفة، حاجات كتير هنستبينها في الفترة القادمة. لكن ما بقولش الناس كلها حزمة واحدة، هنسمع زي أبو الفتوح، هنسمع زي الفريق سامي عنان. أنا الحقيقة استغربت بس في كلام هشام جنينة؟ لا طبعا كلام يعني يكفيني إن الفريق سامي عنان بلغ